Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, it is my great honor and pleasure to participate in the Poetic Heart in its 8th edition, starting with the first poem, Gemini. And I'm going to recite in Arabic. جوزاء أجلس خلف الباب أرقب الثقب وكأنني أرى العالم من منظور ضيق أجلس خلف الباب أرقب الثقب وكأنني أرى العالم من منظور ضيق أتخيل ما لا أراه أعلق عباءتي بشتى أنواع الأنوثة أسهر أعلق عباءتي المطرزة بشتى أنواع الأنوثة أسهر لأسترجع سماواتي وأنتظر رجلا قد لا يأتي وقد لا يطرق الباب ولا يفتحه خوف or fear. أشعر بالبرد وبالخوف والتيه يؤرق سماواتي أحاول سكب الأفكار في فنجان القهوة أحركها كما السكر أذوبها كما يذوب الوجد في محراب القلب ألعقها حتى تورق وردة المفردات The third poem is Keys or Mafatih. And you know, it's dedicated for all mothers, especially mothers, who are taking two roles as father and mother. So some mothers are participating. They are taking two roles at the same time. Mafatih. طلبت رداء إبراهيم لتكون النار بردا وسلاما علي. طلبت رداء إبراهيم لتكون النار بردا وسلاما علي. أنا المرأة التي ضربت في نحري فخرجت شهواتي من أناملي. أنا الأم التي خدعت بيوسف وليس كل يوسف يوسف زليخة. أنا الأم التي أشفقت على الذئب. حلمت بدلو الحياة لأخرج من الجب. فجاءني الدلو ولم تأتني الحياة. فظللت معلقة إلى حين. أنا الأم التي فرت من ظلها لتدبر أقوات عيالها في المدينة. أناجي حامل مفاتيح مدينة الجميلة فظلت مفاتيحي عنده وظلت حياتي بلا مفاتيح Thank you. شكراً.